الرئيس السيسي يطلع على الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي. إسماعيل يؤكد من شرم الشيخ أن التشريعات المصرية جعلت مكافحة الإرهاب أكثر انضباطاً ووضوحاً. المعارضة السورية تقول أنها ستلتقي بمسؤولين روس على هامش مفاوضات جنيف. أهلا بكم مشاهدي الكرام في نشرة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة من أونلاين. مشاهدي الكرام السلام عليكم وتفاصيل هذه الجولة. اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي، كما تابع السيد الرئيس كذلك جهود الانتهاء من تطوير المناطق غير المخططة في كافة أنحاء الجمهورية. جاء ذلك خلال اجتماع السيسي مع وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، كما اطلع الرئيس على الموقف التنفيذي لمشروع تطوير محطتي الصرف الصحي كيما 1 و2 بأسوان. افتتح رئيس الوزراء شريف إسماعيل فعاليات مؤتمر وزراء الشؤون الاجتماعية العرب حول الإرهاب والتنمية الاجتماعية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. يهدف المؤتمر إلى تعزيز الجهود العربية للقضاء على ظاهرة الإرهاب، ومن المقرر أن يشهد عددا من الجلسات لمناقشة بعض الموضوعات من بينها تداعيات التطرف والإرهاب على التنمية الاجتماعية وأهمية دور الشباب في مواجهته، وأيضا أثر الخطاب الديني في مواجهة العنف. وخلال كلمته في المؤتمر أكد إسماعيل أن التشريعات المصرية جعلت مكافحة الإرهاب أكثر انضباطا ووضوحا، وأوضح أن تطوير الخطاب الديني يمثل أحد دعائم سياسة مصر لمواجهة الإرهاب، وشدد على أن القضاء عليه يتطلب أعلى درجات التنسيق الإقليمي والدولي. وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى جهود الحكومة المصرية للتعامل مع قضية الإرهاب الذي أصبح متحولا، ونحتاج إلى التصدي له بآليات مختلفة خاصة منذ عام 2011، وذلك من حيث الإطار المنظم لعمليات المكافحة والأطر القانونية التي تتعامل مع هذه القضية. فهناك المادة 243 من الدستور المصري التي تتعامل مع الإرهاب على أنه تهديد لأمن الدولة وأمن المواطنين، كما أصدرنا قانون الكيانات الإرهابية في نوفمبر 2014، وأصدرنا قبله قانون مكافحة الإرهاب، والذي يجعل سياسات المكافحة عملية منضبطة وأكثر وضوحا. من جانبه أكد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي أن الإرهاب يعد أخطر قضية اجتماعية تواجه المجتمعات في الوقت الحالي، وأنها تمثل أكبر التهديدات للتنمية الاجتماعية. أن مؤتمر شرم الشيخ حول الإرهاب والتنمية الاجتماعية أسباب ومعالجات يتناول في عناوينه وأبعاده أخطر التحديات التي تواجه مجتمعاتنا ونمط حياتنا وعقيدتنا السمحة ومستقبل أوطاننا، وهو الإرهاب. الإرهاب المدمر ليس فقط للتنمية الاجتماعية وإنما للحضارة الإنسانية وللحياة في جوانبها المختلفة. ثانياً، إن المشاركة الواسعة في هذا على هذا المستوى الوزاري للعديد من الجهات المعنية بالدول العربية، وكذلك مشاركة المنظمات العربية ووكالات الأمم المتحدة، تعكس مدى الاهتمام الكبير والإرادة الحازمة للعمل على تضافر الجهود المشتركة وتوظيف كافة الوسائل لدحر الإرهاب والانتصار عليه. وفي لقاء خاص مع أون لايف أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي أهمية دور منظمات المجتمع المدني في الدول العربية في تبني الفكر المناهض للإرهاب، بالإضافة إلى الجهد الأمني للتصدي له.
الموضوع مش موضوع تناول أمني فقط، مهم جدا طبعا دور القوات المسلحة ودور الشرطة في مختلف الدول العربية في التصدي لقضية الإرهاب، ولكن الموضوع أبعد وأعمق من ذلك. عندنا مشكلة في أن احنا نتناول مناهج التعليمية في مدارسنا وجامعاتنا للموضوعات الخاصة بتقبل الآخر، بالتنوع، بالمرونة في الفكر، بأيضا تعريف الإرهاب والتعامل معاه وبناء فكر مناهض للإرهاب من خلال مناهجنا التعليمية. عندنا أيضا الدراما والفنون والثقافة، المحتوى الثقافي اللي بيتبنى ثقافة العنف ويحتفي بها، ولا بيتبنى ثقافة فيها قدر كبير من يعني القبول للآخر أيضا واحترام الآخر واحترام التنوع والاحتفاء بالتنوع. بنتكلم عن أيضا دور منظمات المجتمع المدني، بنتكلم عن التشريعات الدولية اللي الناس في المنطقة، الدول في المنطقة العربية مرتبطة طبيعي. فعندنا منظمات مجتمع مدني ممكن تعمل شغل كويس مع الشباب في مختلف الدول العربية في تبني فكر مناهض للفكر الإرهابي. وللمزيد من المعلومات ينضم إلينا الآن اللواء أشرف أمين المتخصص في شؤون الأمن. أهلا بك سيادة اللواء. أهلا بك. يعني في وقت تشهد فيه شرم الشيخ بحضور رئيس الوزراء فعاليات مؤتمر وزراء الشؤون الاجتماعية لتصدي بشكل كبير لظاهرة الإرهاب، يعني في هذه النقطة تحديدا كيف من منظور أمني ننظر إلى التنمية الاجتماعية ودورها في محاربة الإرهاب؟ طبعا هو شيء جيد جدا ان نبتدي، يعني ولو انه متأخر جدا، يعني ان احنا نفكر بعقلية يعني ان هي لا تستخدم الأمن دايما في مواجهة أو إدارة الدول. الأمن إذا أديرت به هذه العمليات فقط لا يجد غير حل، اللي هو الحل الأمني الذي له من الفعاليات الكل يعلمها من مواجهة، سواء ضبط الفاعلين أو يعني منع أن تحدث هذه الأعمال. لكن الإرهاب الفكري أو العقائدي أو العنصرية الموجودة أيضا في محتوى فكر الإرهاب لابد أن يواجه أيضا بالفكر. وهذا الموضوع يمكن النهاردة يعني لما يحدث مثل هذا المؤتمر يدينا هذا العمق، وإن كان لابد أن تتوفر أيضا الرغبة والإدارة لدى القيادات السياسية على مستوى الأمة العربية وليس فقط على يعني بالمؤتمرات التي اعتقد يمكن تنتهي دون توصيات او ليها دور في تفعيل هذا الاتجاه، على اساس ان لابد ان نغير الفكره في حد ذاتها او التطرف في الفكر او الاشياء التي تدعم وتساعد العمل على مواجهه الارهاب على مستوى الدول العربيه. نعم. نجد كثيرا من الاحيان الاختلاف بالأيديولوجية الخاصة في الفكرة، بمعنى آخر احنا نجد دول يعني تختلف مع دول أخرى لعقيدة معينة أو فكرة معينة، مثل مثلا الشيعة والسنة، ومثل مثلا الحوثيين. تمام. هذه الأمور هي لها دور كبير جدا في تعظيم أو 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 أو, أو توجيه الفكر للإرهاب، ومن هنا يستثمرها بعض الدول الأخرى لإنشاء جماعات بشكل معين بفكرة. هو يختار البعض منهم الذين يحملون في داخلهم فكرة مريضة، بمعنى الإسلام ليس فيه إطلاقا هذه ما نراه من داعش ومن غيره، لكن يستطيع أن هو يستقطب هؤلاء لأنهم جاهزين أو معاكسين فعلا لهذه العمليات. وبالتالي يمكن أنا استمعت هو الفكرة الخاصة في التأثير على بعض المكونات من ضمنها يعني التأثر بالدراما وما يحدث منها من إظهار العنف، ويمكن نجد حتى أنماط الجريمة بتختلف من وقت لآخر نتيجة التأثر بهذه الأمور وأهمها على الإطلاق القوى الناعمة وتأثيرها على المواطن، وده اللي بيأثر بالفعل على يعني التنمية الاجتماعية
والوعي الجمعي لدى الشعوب بحد ذاتها، وتزيد من حتة العنصرية يمكن نجدها متأثرة في الوطن العربي شوية. وهنا سؤالي ست اللواء، يعني هذا اجتماع أيضا هو لوزراء الشؤون الاجتماعية، وبالتالي ما الذي يمكن أن يقدمه وزراء الشؤون الاجتماعية في الوطن العربي؟ وحضرتك تتحدث أنه لسبب أو لآخر هناك اختلاف واضح في تعريف الإرهاب نظرا لاختلاف الأيديولوجيات السياسية وأحيانا العقائدية أيضا، ما الذي يمكن أن يقدمه وزراء الشؤون الاجتماعية العرب فيما يتعلق بفكرة محاربة الإرهاب بشكل عام حتى تكون آليات حقيقية وليست مجرد شعارات؟ والله أنا مش عايز أهاجم عشان نبقى متفقين في هذه الفكرة. ليه؟ لأن أنا مش لاقي دور فعلا. يعني أنا لما تيجي أدور في داخلي، أنا يمكن ده شكل، لأن في قلة التنمية المجتمعية. وارد جدا المسؤولين على هذه المؤتمرات وضعوا هذا، وأنا ما أعتقدش إن في عدد كبير من المتخصصين أو وزراء الشؤون الاجتماعية. يمكن عشان مصر هي الحاضنة لهذا المكان ده في شرم الشيخ، وارد. لكن أنا دور يعني المجتمع المدني أعتقد أهم بكثير في هذه الفكرة، وليس يعني الحكومة في هذا الجزئية بالذات، لأن احنا بنتكلم على سياسة توضع بهذا الشأن بالذات إلى فترة طويلة الأجل، ليس بتاعت يوم. ده أنا بحاول أغير فكرة موجودة في مجتمعات، بحاول يعني أعلم الناس من بدايته إن هو ما يبقاش مختل في فكرة بحد ذاتها. يعني حاول اخليه يبقى سوي علشان ما تبقاش فيه تطرف، وعايز اخلي ايضا يعني تربيه وتعليم هنا والاجهزه الدعويه تحاول انها تثبت على ان في دين فتح. مثلا لو انا عندي حته اختلال في جزئيه معينه خاصه بالدين، وايضا وارد جدا انا اغير الدراما ان انا اخليها بقى في حد سقف اعلى ما ينفعش ان انا اتجاوزه واتحدث عن العنف الزايد يعني. نعم، وضحت الفكره. بشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء اشرف امين المتخصص في الشؤون الأمنية، شكرا جزيلا على وجودك معنا. إذا مشاهدينا نذهب بكم الآن إلى فاصل قصير، ثم بعدها نستكمل نشرة الرابعة. أهلا بكم مجددا مشاهدينا وإلى تفاصيل النشرة. قال عضو وفد المعارضة السورية إلى محادثات جنيف محمد علوش إن الوفد سيلتقي اليوم بمسؤولين من وزارة الخارجية الروسية لمناقشة التعهدات التي لم تفي بها موسكو، وأكد إصرار المعارضة على أن تركز المحادثات على ما وصفه بانتقال سياسي حقيقي في سوريا. أتينا هنا بعد الأستانة التي لم تستطع إلى الآن أم لم يوفر الروس فيها وقف تنفيذ وقف إطلاق النار، رغم الوعود اللي قطعت على أعلى مستوى من قبل الوفد الروسي. النقطة الثانية بحث الظروف الإنسانية السيئة التي لم تستطع الأمم المتحدة تجاوزها إلى الآن. النقطة الثالثة بحث الانتقال السياسي الحقيقي، وليس بحث الدستور ولا بحث البنود التي ذكرها السيد دينستورا. أعربت موسكو عن أمليها في أن تشكل المعارضة السورية وفدا مشتركا في محادثات جنيف، وشددت على ضرورة مشاركة ممثلين أكراد في المحادثات. من ناحيته اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المحادثات التي أجريت في أستانا بشأن تعزيز وقف إطلاق النيران في سوريا ساعدت في تحريك مفاوضات جنيف، وأشار بوتين إلى أن محادثات الأستانا شهدت وضع آلية لمراقبة وقف إطلاق النيران وهو الأساس بحسب رأيه الذي سمح باستئناف مفاوضات جنيف. ومعنا عبر الهاتف أستاذ تامر أبو العنين الكاتب الصحفي من جنيف. بداية أرحب بك سيد تامر. سيد تامر هل تسمعني؟ نعم. ألو.
الورقة التي سلمها المبعوث الأممي ستافاندي مستورة إلى طرفي الأزمة السورية، سواء كانت المعارضة السورية أو النظام السوري، مفادها هي أن تتكون على عدة نقاط، منها الحكم والدستور والانتخابات. برأيك هل هذه النقاط سيتم الموافقة عليها من قبل طرفي الأزمة، وخصوصا النظام السوري الذي بدأ يحقق انتصارات فعلية على أرض الواقع وسيطرته على كامل حلب من المعارضة السورية؟ من ناحية المعارضة، فمن الواضح ووفق آخر البيانات الصادرة والتصريحات أيضا الصادرة عن المنصات التي المشاركة في المباحثات، سواء الهيئة الوطنية للتحالف أو منصة الرياض، منصة القاهرة ومنصة موسكو، أجمعت على موافقتها على ما جاء في هذه الوثيقة من إجراءات، وأن المرجعية الوحيدة في هذه المباحثات هو قرار الأمم المتحدة 2254، بما يشمله أيضا من مختلف القرارات الأخرى. وبالتالي فالمعارضة هنا أصبحت في موقف واضح في أنها تؤيد هذا النحو الذي يتوجه إليه المستورة. أما إذا نظرنا إلى الجانب الآخر وهو وفد النظام السوري، فمن الواضح بأن وفد النظام سوف يعني يعارض هذه النقاط ويصر مرة أخرى أو للمرة الرابعة على أن يكون بند محاربة الإرهاب هو الأولوية، ثم بعد ذلك يمكن البحث في أستاذ تامر يعني. ولكن القرار الأممي رقم 2254 نص على انتقال سياسي وإجراء دستور وانتخابات جديدة، ويعني النظام السوري وافق على إشراك المعارضة معه في الحكم. نعم. ولكن إشراك هنا، هذه هي الإشكالية في مفهوم هيئة الحكم. هل هي هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات كما نصت وثيقة جناب واحد بما في ذلك رئاسة الجمهورية، أو كما يريد وفد النظام السوري الحالي بأن يبقى الأمر على ما هو عليه، وأن تشارك أطياف من المعارضة تختارها هي أي دمشق للمشاركة في مجلس الحكم وطني أو هيئة حكم وطنية وليست هيئة حكم انتقالية. هذه الإشكالية هي العقبة التي تقف أمام بدء المباحثات بشكل مباشر، مع الإشارة إلى أن أطراف المعارضة الثلاثة الموجودة هنا ووفد النظام ليس لديه مشكلة في الجلوس على طاولة واحدة والاستماع، وهذا ما يحاول دمستورة الوصول إليه من خلال البحث في قواسم مشتركة يمكن أن تنطلق بها مباحثات. المبعوث الأممي ستافاندي مستورة أعرب عن تشاؤمه مما أفضت عنه محادثات جنيف 4، ولكن يعني على الجانب الآخر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن أن محادثات أستانا أفضت وأدت أو مهدت إلى مفاوضات جنيف، وأنه يمكن تحقيق بعض النقاط التي تم الاتفاق عليها في محادثات أستانا، وهي آلية وقف إطلاق النار. برأيك هل سيتم بالفعل تحقيق وتنفيذ آلية وقف إطلاق النار بين الطرفين؟ مع الأسف من الواضح بأن روسيا تحاول أن تقوي دور الأمم المتحدة تماما في الأزمة السورية عن طريق الزج بمثل هذه التصريحات، والقول بأن منصة أستانا هي التي تمكنت، مع الأخذ بعين الاعتبار أن منصة أستانا أو قمة أستانا لم تشارك فيها سوريا أو المعارضة إلا في المراحل المتأخرة منها تماما. هو تحالف تركي إيراني روسي هو الذي تمكن من فرض وقف إطلاق النار وصفته الأمم. نعم، ولكن المعارضة تملي شروطها على النظام السوري وفي محادثات بأنها ترفض تدخل إيران أو تدخل إيراني، وأن يكون لإيران دور داخل سوريا، في حين أنها تريد إشراك يعني أطراف أخرى كالسعودية والإمارات للرعاية أو للإشراف على عملية وقف إطلاق النار. نعم، أنا بس أود أن أوضح النقطة، أن موقف المعارضة عندما قالت بأنها لا تريد أي دور إيراني، وذلك لأنه لا يمكن أن تكون إيران تمارس دورها عن طريق الميليشيات الشيعية المتابعة لها، سواء من العراق أو سواء من لبنان من حزب الله، أو الذي أتت به من أفغانستان ومن جهات أخرى تحارب في سوريا، وفي نفس الوقت تكون هي شريك في وضع الحل. هذا لا يستقيم بأي حال من الأحوال. ثم يعني هل الدور الإيراني ما عليه إلا أن ينسحب؟ فقط عندما قيل بأن تنسحب كل القوات الأجنبية من سوريا، رفض الجميع استكمال هذا، أو المقاتلين الأجانب من سوريا رفض الجميع كل هذا المقترح، لأنه يعني بأن
الميليشيات الشيعيه سوف تخرج من هناك، ومن ثم ستاتي المعارضات كلها وليس فقط معارضه الرياض، وتقول بانها لا ترحب بالوجود الايراني في حلب لما يشكله ليس فقط من انتهاك او جرائم حرب، ولكن ايضا لما يشكله من تغيير ديموغرافي وعقائدي في سوريا، وهذا ما يشعل فتيل الازمه اكثر فاكثر ولا يساعد على التهدئه باي حال. شكرا جزيلا لك استاذ تامر ابو العنين الكاتب الصحفي، كنت معي من جنيف. وقعت اشتباكات خلال الساعات الماضيه بين المعارضه السوريه المسلحه المدعومه من تركيا والقوات الحكوميه جنوبية مدينة الباب التي انتزعتها المعارضة من داعش مؤخرا، بينما قالت المعارضة أن الاشتباكات أسفلت عن مقتل 22 من القوات الحكومية، لم يتحدث الجيش السوري عن وقوع خسائر بشرية في صفوفه، وتعد هذه ثاني مواجهة بين الطرفين بالمنطقة في الآونة الأخيرة. غادرت الفرقات الروسية أدميرال غريغوريفيتش قاعدتها البحرية في شبه جزيرة القرم في طريقها إلى البحر المتوسط، ومن المتوقع أن تصل الفرقات إلى موقعها مساء الغد لاستئناف دورها ضمن حملة روسيا العسكرية في سوريا. وتم نشر الفرقات في البحر المتوسط في نوفمبر الماضي في إطار البعثة البحرية الروسية في سوريا، والتي نفذت هجمات صاروخية ضد أهداف تابعة لتنظيم داعش. سيطرت القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة على الجسر الواقع على نهر دجلة في أقصى جنوبي الموصل، ومن المتوقع أن تساعد استعادة الجسر في جلب التعزيزات والإمدادات للجيش من الجانب الشرقي من الموصل، ما يزيد الضغط على عناصر تنظيم داعش المتحصنين في الجانب الغربي. وأثناء تقدمها في حي الجوسق بجنوبي المدينة، تمكنت القوات من تحرير عشرات المدنيين الذين اتخذهم داعش دروعا بشرية. من ناحية أخرى، واصل سكان جنوب الموصل النزوح من مناطق القتال والذي فاق عددهم 5000 شخص، فيما يتوقع زيادة أعداد النازحين الفترة المقبلة خاصة مع استمرار المعارك. مقعدون وكبار سن وأطفال، لم تترك المعارك الدائرة في جنوب الموصل أحدا إلا وتركت بصماتها عليه، فشردت ما يزيد على 5000 مواطن حتى الآن. آلاف المدنيين فروا وجرح عدد كبير منهم خلال الاشتباكات المسلحة بين الجيش العراقي المدعوم من القوات الأمريكية وتنظيم داعش في جنوب الموصل آخر معاقل التنظيم في البلاد. القائمون على شؤون النازحين يتوقعون زيادة أعداد النازحين الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار المعارك ومحاولات داعش المستميتة لعدم الاستسلام بسهولة. الحكومة العراقية ناشدت المواطنين بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان على غرار ما حدث في شرق الموصل، وهو ما قلص عدد النازحين وقتها. اليوم أمس فقط كانوا 4550، واليوم فقط اليوم بعد لحد هذه اللحظة يعني تقريبا العدد وصل عندي 1000 نازح، واتوقع انه راح يكون العدد في ازدياد. القوات العراقية تمكنت من فرض سيطرتها على اجزاء كبيرة من جنوب الموصل، واستطاعت ابعاد التنظيم المسلح من مناطق المطار ومحطات الطاقة وبعض الاحياء المدنية، وتحاول القوات العراقية السيطرة على كامل جنوب الموصل، اذ تبعد كيلومترين فقط عن المركز الرئيسي للمباني الحكومية. ومع استمرار القتال تظل معاناة عراقي الموصل مستمرة في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة. قتل أكثر من 25 قياديا من ميليشيات الحوثي في المعارك الدائرة بين الجيش اليمني والمتمردين الحوثيين في مناطق البقع وعلب بمحافظة صعدة بشمالي اليمن. في الوقت ذاته بدأت قوات الجيش عملية عسكرية برية نحو محافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن بعد استعادة قرية الزهاري، وسط احتدام المعارك مع المتمردين الحوثيين. وقد شنت مقاتلات التحالف العربي خلال الساعات الماضية غارات على مواقع المتمردين في معسكر خالد ومديرية الخوخة. أعلن المغرب سحب قواته من منطقة الجرجرات جنوب الصحراء، وأوضحت الخارجية المغربية أن الملك محمد السادس اتخذ قرار الانسحاب بطلب من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وأعربت الخارجية عن أملها في أن يؤدي تدخل غوتيريش إلى عودة المنطقة إلى وضعها السابق وضمان مرونة حركة النقل والحفاظ على وقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
أعرب البابا فرانسيس بابا الفاتيكان عن رغبته في زيارة جنوب السودان للفت الانتباه إلى معاناة سكان هذا البلد من الحرب الأهلية والمجاعة. وجاءت تصريحات البابا بعد إعلان الأمم المتحدة لأول مرة الأسبوع الماضي أن مناطق بجنوب السودان تعاني المجاعة. معيشية صعبة يعاني منها المواطنون في جنوب السودان بعد أن أدت المعارك الدائرة في بعض الأقاليم إلى فرار عشرات الآلاف من النازحين بحسب تقديرات الأمم المتحدة. نقص الغذاء والرعاية الصحية في مخيمات النزوح بالسودان جعل المواطنون يصطفون بهدف جمع الإمدادات التي ألقيت إليهم جوا من قبل برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة. ووفقا للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن نحو 32 ألف لاجئ عبروا الحدود من جنوب السودان إلى السودان منذ مطلع العام، فيما يتوقع وصول عشرات الآلاف الفارين من المجاعة. أصبحت غير قادرة على زراعة المحاصيل أو كسب المال لشراء الطعام. المرض حاصرنا بشكل كبير ولا نملك أن نفعل أي شيء، خصوصا مع عدم وجود مستشفيات أو دواء. جنوب السودان غرق في حرب أهلية بعدما اتهم الرئيس سيلفا كير نائبه السابق ريك ماشار بتدبير انقلاب ضده في يوليو من العام الماضي وانهيار اتفاق السلام بين الحكومة وقوات المعارضة. نعيش أنا وعائلتي على الحشائش التي تطفو على سطح النهر. تركنا منازلنا فارين من الحرب الدائرة بين الحكومة والمعارضة، ولا نستطيع الآن توفير الطعام ولا الأغذية للأطفال. السودان قرر رسميا في سبتمبر الماضي معاملة الأشخاص الفارين من الحرب في جنوب السودان باعتبارهم لاجئين، ما يفتح الباب أمام الأمم المتحدة لتقديم العون لهم وتمويل برامج إغاثتهم. أسر بأكملها تعيش في العراء، القليل منهم حصلوا على الطعام والبعض الآخر في انتظار وصول المزيد من المعونات للتغلب على مصاعب الحياة، الأمر الذي يتطلب من الجميع التكاتف لرفع معاناة هؤلاء النازحين. يزور عضو مجلس الدولة الصيني يان جيتشي الولايات المتحدة هذا الأسبوع ليصبح أرفع مسؤول صيني يزور واشنطن منذ انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوضحت الخارجية الصينية أن جيتشي سيجتمع مع كبار المسؤولين الأمريكيين لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تتصدر جدول أعمال الزيارة الترتيبات لعقد اجتماع بين ترامب ونظيره الصيني. أكد مكتب الادعاء الخاص في كوريا الجنوبية أكد أنه لن يتمكن من استجواب الرئيس باك جون هاي ضمن تحقيقاته الجارية في قضية فساد تتعلق باستغلال النفوذ. وأضاف الادعاء أن مكتب باك رفض طلب السلطات بالحصول على تسجيل فيديو أو تسجيل صوتي لأي استجواب. يأتي هذا فيما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن أحزاب المعارضة تسعى لمساءلة رئيس الوزراء بعد رفضه تمديد التحقيق في فضيحة الفساد. رجحت الشرطة الإندونيسية أن يكون المشتبه في تفجير قنبلة صغيرة في مدينة باندونغ وقتل بنيران الشرطة، رجحت أن يكون من أعضاء شبكة متشددة على صلة بتنظيم داعش. ولم ترد تقارير عن إصابات جراء الانفجار الذي وقع قرب مبنى حكومي. لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وفقد 19 آخرين جراء فيضانات عارمة ضربت العاصمة تشيلية سانتياغو. وقالت خدمة الطوارئ أن هطول الأمطار تسببت في فيضان الأرهار بالوديان الجبلية وانهيارات طينية، ما أدى أيضا إلى محاصرة نحو 400 شخص. وأضافت الطوارئ أن الحماية المدنية تعمل حاليا للوصول إلى الأشخاص المحاصرين وإمداد العاصمة بمياه الشرب التي تأثرت جراء الفيضانات. هاجمت المرشحة اليمينية لرئاسة الفرنسية ماريان لوبان منافسيها وقالت إنهما يستخدمون مصطلحات وأفكار عفى عليها الزمن خلال حملات انتخابية. وقالت لوبان خلال جولة انتخابية في مدينة نانت حضرها قرابة 3000 من مؤيديها إن المرشح الرئاسي إيمانويل ماكرون يتمسك بما وصفتها بمفاهيم متعصبة إزاء فكرة الاتحاد الأوروبي. واعتبرت في الوقت ذاته أن الموقف العدائي لمنافسها فرانسوا فيون من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحول بين العلاقات الأمريكية الفرنسية. شاهدنا النشرة ما زالت متواصلة مع حضراتكم، ولكن بعد فاصل قصير.
أهلا بكم من جديد. وعودة إلى أخبارنا المحلية مرة أخرى، حيث يرأس رئيس الوزراء شريف إسماعيل الثلاثاء اجتماع مجلس المحافظين بحضور المحافظين الجدد، ويناقش الاجتماع الذي يحضره عدد كبير من الوزراء ثلاثة موضوعات رئيسية، على رأسها ضبط الأسواق وتوفير السلع وحل مشكلات المواطنين ومتابعة تنفيذ المشروعات المختلفة. ويتناول الاجتماع أيضا مناقشة خطة وزير التنمية المحلية الجديد الدكتور هشام الشريف حول العمل بالمحافظات وتوجيهاته لكل محافظ. يلقي شيخ الأزهر الشريف الإمام أحمد الطيب غدا كلمة في المؤتمر الدولي الحرية والمواطنة، والذي ينظمه الأزهر بمشاركة وفود من أكثر من 50 دولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. يشارك في المؤتمر البابا تودروس الثاني ورؤساء الكنائس الشرقية وعلماء ورجال دين للتداول في قضايا المواطنة والحريات والتنوع الاجتماعي والثقافي. ومن المقرر أن يصدر عن المؤتمر إعلان الأزهر للعيش الإسلامي المسيحي المشترك الذي يقتضي العيش سويا في ظل المواطنة والحرية والمشاركة. يعقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم مباحثات مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون في العاصمة الأمريكية واشنطن وكبار المسؤولين الأمريكيين لبحث رؤية مصر لقضايا المنطقة وكيفية تعزيز العلاقات بين البلدين. توقع وزير النقل الروسي ماكسيم سكولوف استئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة خلال شهر مارس المقبل. ورجح سكولوف أن تصبح شركة ايروفلوت أول شركة طيران روسية تبدأ رحلات منتظمة إلى القاهرة عقب استئناف الرحلات الجوية بين البلدين. وأضاف الوزير الروسي أن خبراء أمن الطيران ببلاده قد يتفقدون مطري الغردقة وشرم الشيخ خلال زيارتهما المقبلة. بدأ مجلس النواب جلسته اليوم، حيث يستعرض عددا من طلبات الإحاطة الموجهة للحكومة ممثلة في وزير الثقافة حول المشكلات التي تواجه قصور الثقافة والعاملين بها وإجراءات استعادة الأثار والمخطوطات المهربة. كما تناقش الجلسة عددا من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير السياحة عن إجراءات تنشيط السياحة. ومن المتوقع أن تتناول الجلسة أيضا تقرير اللجنة التشريعية بشأن إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات. أسفرت المداهمات الأمنية للقوات المسلحة بشمال سيناء عن قتل 6 إرهابيين والقبض على 18 آخرين من المشتبه فيهم في قضايا، إضافة إلى تفجير مخزني مواد متفجرة. وذكر بيان للمتحدث العسكري أن المداهمات شملت تدمير 8 عبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف القوات الأمنية على محاور التحرك. نظمت وزارة الخارجية ورشة عمل حول قضايا منطقة البحيرات العظمى بمشاركة عدد من الدول الإفريقية، وتهدف تلك الخطوة لبحث التهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة واستراتيجيات عمليات حفظ السلام فيها ودور المجتمع المدني في البحيرات العظمى للمساهمة في تسوية المنازعات وإحلال السلام. من أجل تسوية المنازعات وإحلال السلام في منطقة البحيرات العظمى، نظمت وزارة الخارجية ومركز القاهرة الإقليمي للتدريب على عمليات حفظ السلام وتسوية المنازعات في إفريقيا ورشة عمل حول قضايا منطقة البحيرات العظمى، وذلك بمشاركة بارزة من الدول الإفريقية والمجتمع الدولي. المشكلات القائمة في هذه المنطقة من القارة، أسباب استمرار هذه النزاعات والتوترات، رغم أن جهودا بذلت عبر فترة من الزمن، لماذا لم تثمر هذه الجهود؟ ما هو الدور المنوط بالمنظمات الإقليمية الأفريقية في هذا الأمر؟ ما هو الدور الذي يمكن أن يسهم به المجتمع المدني الأفريقي والقيادات المحلية الأفريقية في إيجاد هذه الحلول؟ وكيف أن نضع أيدينا على جذور المشكلات حتى تكون الحلول أكثر فعالية؟ في ضوء عضوية مصر المتزامنة بمجلس السلم والأمن الإفريقي ومجلس الأمن، تقوم مصر بدور محوري على الساحة الإفريقية والدولية في قضايا البحيرات العظمى. الهدف من اجتماعنا النهاردة في القاهرة هو محاولة تقييم من وجهة نظر أفريقية الجهود المبذولة على الساحة الإقليمية والدولية، وبنجد أن في ترحيب كبير بدور مصر، لأن مصر بتلعب دور في إطار مجلس الأمن، بتلعب دور في إطار مجلس السلم والأمن، وبتلعب دور أيضا في إطار تجمع البحيرات العظمى. ورغم أن احنا لسنا أعضاء أصليين فيه، إلا أن هذه الدول رحبت بمشاركة مصر في اجتماعات هذا التجمع. أنه من الضروري أن نذكر أهمية استضافة مصر لقيادات دول منطقة البحيرات العظمى، مثل مبعوث الأمم المتحدة إلى المنطقة، ووزراء ونواب وزراء
وزارة الخارجية لدول منطقة البحيرات العظمى. هذه المنطقة بها العديد من التحديات الأمنية والسلمية، ولذا اجتمعنا اليوم في القاهرة يعطي لنا الفرصة لتبادل الأفكار حول كيفية حل المنازعات والتحديات في المنطقة. وكما تعلمين أن يوجد الكثير من المنازعات في جنوب السودان، بروندي، كل هذه البلاد تريد حل لهذه المنازعات لأن هناك شعوب تعاني من هذه الأوضاع. اجتماع جاء ليجمع بين الدول الإفريقية من أجل معالجة قضايا منطقة البحيرات العظمى وتوفير مستقبل أفضل لشعوبها، وذلك في إطار الدور المحوري التي تلعبها مصر في أمان واستقرار القارة الإفريقية. دينا حويدق، أونلاين. قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة إنه سيتم عقد ندوات للحديث عن المواطنة في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تبدأ السبت المقبل بعنوان المواطنة المتكافئة حقوق وواجبات. وأكد جمعة خلال مؤتمر صحفي عقب لقاء لجنة إعداد الخطة الدعوية للأوقاف أن قضية التعداد والحصر السكاني تعد من القضايا الوطنية التي تهدف إلى اتخاذ القرارات الصحيحة في العديد من المجالات. السبت المقبل الساعة 11 صباحا بإذن الله تعالى ندوة المواطنة المتكافئة حقوق واجبات هنا في المجلس الأعلى، وسيكون بالتوازي عدد من الندوات على مستوى الجمهورية في جميع المحافظات. أيضا ناقشنا وبنؤكد على أن قضية التعداد قضية وطنية وهمة جدا، وبتترتب يعني قضايا التعداد ليست مجرد حصر سكان أو مباني فقط، وإنما هي دراسات علمية عصرية بيترتب بتعين وتساعد وتسهم في اتخاذ القرار الصحيح في كثير من المجالات. لا شك ان الاحصائيات واماكن المناطق الاكثر احتياجا هذا التعداد ليس مجرد حص، وانما هو قضيه وطنيه بتسهم في اتخاذ القرار الصحيح في كثير من المجالات، لانه فقط لا يتحدث عن عدد السكان والمباني، وانما يتحدث عن المناطق الاكثر فقرا احتياجا، عدد المدارس، عدد المستشفيات، الاستثمار، تركيز الاستثمار، الاراضي غير المستغله. فاحنا بنؤكد على اهميه التعاون مع العدادين والقائمين بعمليه التعداد. قادت اداره مرور وسط الجيزه حمله مروريه لتحقيق السيوله في الشوارع وضبط المخالفات والتي تراوحت ما بين الانتظار الممنوع او السير عكس الاتجاه. الحملات يعني احنا بنعيد تذكره الشارع المصري، هو شارع ملتزم اصلا، احنا بنعيد التذكره فقط بقانون المرور. يعني احنا دلوقتي بنحاول نرجع الحزام، ربط الحزام اثناء السير، عدم التحدث في المحمول اثناء القياده. بالنسبه لانتظار الصف الثاني ده المشكله الكبيره، والوعي بالنسبه للمواطن الصف الثاني هتفرق معانا جدا. لو احنا قلنا الشارع ثلاث حارات وحضرتك ركنتي صف ثاني، يبقى انت الشارع كده بقى شغال فيه حارتين فقط، والحارتين دول لو اشتغلوا اللي هيركن وراكي هيضطر يزنوا على العربيتين التانيين. احنا الحاجه الوحيده بتؤرق ضابط المرور اللي هو الصف الثاني. الصف الثاني ده بيعمل عندنا مشاكل كتير جدا، بيعمل كثافات في الحركه المروريه، بيعمل تكدسات في الحركه المروريه. طبعا في عربيات كتير منتهيه الضريبه بتاعتها، بيتم سحب التراخيص، بنحد من المخالفات المروريه في الشارع. ولمزيد من الأخبار الاقتصادية نذهب مع زميلة العزيزة ولاء غانم. أهلا بك. شكرا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. يفتتح نهاية الأسبوع الجاري الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنجلا ميركل المرحلة الأولى من محطات الكهرباء التي تنفذها شركة سيمنز الألمانية في كل من بني سويف والبرولوس والعاصمة الإدارية الجديدة. وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية أن ميركل ستصل إلى القاهرة الخميس المقبل في زيارة رسمية مدتها يومان. قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر إن الوزارة تقوم حاليا بوضع خريطة استثمارية شاملة وواضحة تضمن المشروعات الحالية كافة والفرص الاستثمارية والمشروعات المستقبلية بمختلف محافظات الجمهورية. وأشارت نصر خلال بحثها مع محافظ البحر الأحمر أحمد عبد الله فرص الاستثمار في المحافظة، أشارت إلى أن الخطة تهدف إلى زيادة الفرص الاستثمارية لجذب المستثمرين وجار تطوير فروع مجمع الاستثمار في المحافظات وفق جدول زمني محدد.
بحث وزير البترول طارق الملا مع شركة إيناب سي بترول التشيلية أنشطة الشركة في منطقة امتياز بترو شهد بالصحراء الغربية وخططها المستقبلية لحفر المزيد من الآبار. واستعرض الملا كشف الغاز الجديد التابعة للشركة بمنطقة رأس قطارة الجاري حاليا حفر آبار جديدة لتقييمه والإعلان عن خطة التنمية وربطه على الإنتاج. وبلغ إجمالي إنتاج شركة سي بترول نحو 18,000 برميل يوميا. نفى نائب وزير المالية الدكتور أحمد كوجك تأجيل موعد صرف الدفعة الثانية من الشريحة الأولى لقرض صندوق النقد الدولي والبالغة 1,250,000,000 دولار، مؤكدا أن الاتفاق مع الصندوق لا يتضمن موعدا محددا لصرف الشرائح، إذ أن الأمر يخضع لما يتم الاتفاق عليه. وقال كوجك إن هناك خلطا بين موعد زيارة صندوق النقد الدولي الخاصة بالمتابعة نصف السنوية وموعد صرف القرض. تشارك وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بورشة عمل مطوري برمجيات الحكومة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت الدولية من أجل تقديم نماذج وتطبيقات إلكترونية باستخدام تطبيقات مايكروسوفت، وذلك بمقر نقطة التجارة الدولية بأبراج وزارة المالية. وقالت وزارة التخطيط في بيان لها إن الابتكارية في العمل الحكومي كأحد محاور استراتيجية التنمية المستدامة 2030 مثلت الدافع الذي يتنافس من أجله مبرمجو الحكومة لتصميم نماذج تطبيقات من خلال الهاتف المحمول تعمل على تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية. بحث وزير التجارة والصناعة طارق قبيل مع سفير كرواتيا بالقاهرة سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين وإقامة المزيد من المشروعات المشتركة. وأضاف أنه سيتم عقد لقاءات مشتركة بين رجال القطاع الخاص في البلدين للتشاور حول إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة وتوسيع حجم العلاقات الاستثمارية والدخول في شراكة أو شركات تسهم في تنمية العلاقات المشتركة. وأشار الوزير إلى إعادة تشكيل الجانب المصري مجلس الأعمال المشترك خلال الأيام القليلة المقبلة. بدأت وزارة الزراعة إعادة النظر في قوانين الزراعة وتجارة القطن، وتستهدف الوصول إلى صيغ جديدة لها مع بداية موسم الزراعة الجديد. وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة إن تغيير القوانين يحتاج إلى تعاون مع لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، وهو ما يجرى التنسيق بشأنه حاليا. اولا دي جمعيه شباب رجال الاعمال، واحنا لازم نشجع الشباب، وطبعا دي مبادره منهم وهم اشتغلوا معانا قبل كده في هذا الموضوع. في طبعا افاق وتحديات القطن المصري، نظرا ان القطن المصري طبعا له سمعه طيبه، وكان حصل بعض فترات سابقه سنوات سابقه حصل عمليه خلط كان في القطن فبدات سمعته تقول، ولكن في طبعا قانون اللي ظهر قانون 4 سنة 2015 ان هيبقى تسويق القطن الحر في معاد القطن الاقصار، فده ساعد على عدم التلوث. وانا اعتقد ان هم جامعين كل المنظومه المتكامله اللي بتشتغل على محصول القطن، اذا كان غزل او نسيج او مزارعين. وانا سعدت النهارده ان في مزارعين، في مزارع جايب حوالي 11 امتار من اقصى من نص فدان، في فلاح اخر جايب 12 امتار من فدان. طبعا ده شيء يسعدني جدا، واعتقد ده لو اتطبق هيبقى عائد الفلاح ويبقى عائد للدوله، وبالتالي يزيد مردود اقتصادي للفلاح ويزيد مردود اقتصادي للدوله. اشكر لكم حسن المتابعه مشاهدينا، ومره اخرى الى نوران وحسام اليكما. شكرا لك ولا غير. اقتنص فيلم لايت جائزة أفضل فيلم في نسخة 89 للأوسكار، وحصل كاسي أفليك على جائزة أوسكار أفضل ممثل عن دور الأب المكلوم في فيلم الدراما العائلية مانشستر باي ذا سي، في حين نالت أما ستون جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم لا لا لاند. في حفل كبير على مسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس، أعلنت أكاديمية فنون وعلوم السينما أوسكار جوائز دورتها 89 وسط حضور كوكبة من نجوم ونجمات هوليوود. فاز هذا العام فيلم مونلايت بجائزة أوسكار أفضل فيلم،
وشهد الحفل خطأ لم يسبق له مثيل عندما أعلن فوز الفيلم الموسيقي لا لا لاند قبل الاعتذار عن الخطأ وإعلان فوز فيلم مونلايت، كما حصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم مقتبس، ونال الممثل الأمريكي ماهرشالا علي جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في الفيلم الدرامي الذي يلعب فيه دور تاجر مخدرات، ليكون بذلك أول مسلم يفوز بتلك الجائزة. أما فيلم لا لا لاند فحصلت عليه النجمة إيما ستون بجائزة أفضل ممثلة، وحصد مخرج الفيلم ديميان جازيلي على جائزة أفضل مخرج، كما فاز الفيلم بجوائز أحسن تصميم إنتاج وأفضل تصوير سينمائي وأفضل نص أصلي وأفضل أغنية. وذهبت جائزة أفضل ممثل للنجم كاسي أفليك عن دوره في فيلم مانشستر باي ذا سي، وحصدت فيولا ديفيز جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم الدراما العائلية فانسس بعد ترشيحها مرتين للأوسكار، فيما حصد فيلم سينج على جائزة أفضل فيلم قصير. أما جائزة أفضل فيلم أجنبي ذهبت هذا العام إلى الفيلم الإيراني The Salesman، والذي يتناول الثأر والشرف في إطار زواج حديث، وفاز فيلم بايبر بجائزة أفضل فيلم قصير للرسوم المتحركة، فيما فاز فيلم زوتوبيا بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة الذي حصد إيرادات تزيد عن مليار دولار في جميع أنحاء العالم، وفاز فيلم أرايفال بجائزة أفضل مونتاج صوتي. تمكنت فرقة بحثية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا من اختراع جهاز جديد يمكنه من توكيل مياه صالحة للشرب من الهواء، وذلك عن طريق تكثيف بخار الهواء وتنقيته ليتحول إلى مياه صالحة للشرب. ويمكن استخدام هذا الجهاز الجديد في المناطق النائية التي لا تستفيد من مياه النيل للاستفادة من توليد المياه النقية من جهة وتوفير مياه نهر النيل من جهة ثانية. جهاز لإنتاج المياه من الهواء، ما تسمعه ليس خيالا علميا بل حقيقة. فعلى مدار الشهور الماضية نجح فريق بحثي بمركز البحوث التطبيقية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في تصميم وإنتاج جهاز محلي لتكثيف بخار الماء وتحويله إلى مياه نقية صالحة للشرب. الفكرة الغير تقليدية اللي احنا اتخذناها ان احنا نبدأ نحصل على الطاقة من الشمس ونشغل بيها مجموعة من الأجهزة، هذه الأجهزة دورها انها تكثف بخار الماء اللي موجود في الهواء وتنتج مية صالحة للشرب من الهواء الجوي. الجهاز مزود بدائرة معلقة من الفريون تعمل على تكثيف بخار الماء، كما يمكن تزويده بوحدة متنقلة من الخلايا الشمسية لإنتاج الكهرباء اللازمة لعمل الجهاز، وبالتالي يمكن توفير مياه الشرب في المناطق الصحراوية. قام فريق بحثي بتصميم وتصنيع هذا الجهاز، وهذا الجهاز حاليا موجود شغال في منطقة شلاتين، بيعمل بالطاقة الشمسية علشان ينتج الطاقة اللي منها بيشتغل الجهاز اللي منها بينتج المية بشكل يومي لعدد من الناس ممكن يوصل لـ 100 شخص. وطبقا للخبراء فإن الإنتاج اليومي للجهاز يصل إلى 200 لتر مكعب من المياه النقية يوميا، وهو ما يسهم في زيادة فرص التنمية السكانية في المناطق النائية. والآن مع وقفة مع أهم الأخبار على الساحة الرياضية نذهب مع رجاء رمزي. إليك رجاء. أهلا بكم. يسعد الزمالك لسير خطوة جديدة في حملة الدفاع عن لقب بطل الكأس للموسم الخامس على التوالي، ذلك ما حينما يستقبل حرس الحدود في 7 مساء اليوم على ملعب بيترسبورت بالتجمع الخامس. كان الفارس الأبيض قد تأهل لدور 16 بعد تغلبه على الأولمبي في دور 32، بينما تأهل الفريق العسكري لثمن النهائي عقب تخطيه عقبة المقاولون العرب. يذكر أن فريق طلائع الجيش ينتظر الفائز من مباراة اليوم بين الزمالك والحرس لملاقاته في دور 8 من المسابقة. قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تغريم النادي الأهلي 20,000 جنيه بسبب أحداث مباراة وادي دجلة الأخيرة في الدوري، بواقي 10,000 بسبب ما بدر عن الجهاز الفني، و10,000 أخرى بسبب تدخل بعض المرافقين للفريق. في المقابل تم تغريم وادي دجلة 10,000 جنيه أيضا بسبب ردة فعل جهاز الفني، وكانت المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف قد شهدت وقوع مشادة لفظية ما بين حسام البدري المدير الفني للأهلي وأحمد حسام ميدو المدير الفني لدجلة.
توج مانشستر يونايتد ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بعد فوز مثير على منافسي ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ويمبلي. قاد إبراهيموفيتش الشياطين الحمر للفوز بعد تسجيله هدفين، فيما سجل خيسي لانغارد ثالث الأهداف، بينما سجل هدفي ساوثهامبتون مانولو غابيا ديني. يذكر أن هذا هو اللقب الخامس للمان يونايتد بكأس الرابطة في تاريخه، فضلا عن كونه اللقب الرابع الذي يحرزه البرتغالي جوزيه مورينيو ببطولة كأس الرابطة. انتزع فريق توتنهام الإنجليزي وصافة الدوري الإنجليزي بعد أن حقق فوزا عريضا برباعية نظيفة على ضيف ستوك سيتي ضمن الجولة 26 من البريمير ليج. شهدت المباراة تألقا كبيرا لمهاجم توتنهام هاري كين الذي سجل هاتريك، فيما أضاف ديلي ألي الهدف الرابع ليرتفع رصيد توتنهام إلى 53 نقطة في المركز الثاني خلف تشيلسي المتصدر. وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري رمضان صبحي مع فريق ستوك لأول مرة في مباراة كاملة. انتزع برشلونة فوزا غاليا خارج أرضه على منافسي أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب فيسنتي كالدرون، وذلك في قمة لقاءات الجولة 24 من الدوري الإسباني لكرة القدم. تقدم رافينيا للبارسا وتعادل أصحاب الأرض عبر رأسية دييغو غودوين، وبينما اعتقد الجميع أن التعادل في طريقه لحسم قمة الكالدرون، مارس البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي هوايته وخطف الفوز للبارسا قبل 4 دقائق من النهاية. إذن مشاهدينا بهذا الخبر نكون قد وصلنا لنهاية هذه الفقرة الرياضية. عودة إلى الزملاء في الاستوديو. شكرا لك رجائي. مشاهدينا إلى هنا نصل إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من أون لايف. شكرا لكم المتابعة.